أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما أفضل السكنة في مكة أو في المدينة؟ وهل من سكن فيها الأفضل أن يكون في الحل أو في الحرم؟ مجرد السكنة ما يكفي، اللي يسكن في مكة أو المدينة عليه أنه ينتهز الفرصة بالأعمال الصالحة وطلب العلم والاستقامة، ويصبر على البقاء فيها ومجاورة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصلاة فيهما، أو مجرد سكنة فقط. نعم. وأما أيهما أفضل، لا شك إن مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، بينما الصلاة المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، فرق واضح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.